يقول أحد الناس يطلب منك مالا وأنت تدري أنه سوف يأخذها للدخان أو يشتري بها أشياء محرمة، فماذا تفعل؟ نفس القاعدة السابقة وتعاونوا. دي أخوان دي قاعدة كلية عظيمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعطي. ودرء المفاسد وجلب ودرء المفاسد مقدم على جلب إيش؟ المصالح. فلما تمنعه من المال تدرى عنه ماذا؟ تدرى عنه مفسدة. لا تعطيه، جزاك الله خير. وقال الحجاوي وغيره: ولا يجوز بيع سلاح في زمن فتنة لمن يقتل به، ولا بيع عنب لمن يتخذه خمرا. كل عملا بهذه الايش؟ القاعدة الأصولية. هذا ما تيسر إراده وتيسر عدده على الله. ذكر صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.